اليوم يا اخوان راح نجرب ارخص ايس كريم لحد اغلى ايس كريم ونشوفهم يا هي اطيب وحده، الرخيص للغالي للغالي للرخيص. هذه ارخص وحده يا اخوان، هي مغطاه بطبقه مال ما ادري شنو. 9/10. اللي بعدها يا اخوان هذه هي، اهم شيء الطعم ما يهم السعر. اوه 7/10 يا اخوان. اللي بعدها هذه مال لوتس، لوتس طيب المفروض. اوكي 6/10 يا اخوان. الاخيره واغلى وحده ايس كريم الاوريو، نفتحها بلشها، ناخذ القطمه الاولى. 7/10 يا اخوان. هذه كانت اطيب وحده وهي ارخصهم، السعر مو كل شيء. اكتبوا لنا من التعليقات اذا انتم من الاشخاص اللي تحبون الايس كريم واشتركوا بالقناه.